السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع ايمان فتيان. النهاردة ان شاء الله هنعمل الكوتش بتاعنا او الجزمة بتاعتنا بتاعت العروسة دي. انا استخدمت خيط فوريفر لون بامبا فاتح. اول حاجة هنبدأ بقى خطوات العمل. انا هستخدم ابرة مقاس واحد، الخيط الرفيع ده. هبدأ أول حاجة أعمل 7 غرز سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. بعد كده هشتغل 5 حشو. 1 2 3 4 5. وفي الغرزة الأخيرة دي هنبدأ نعمل فيها 4 غرز حشو في نفس الغرزة. 1 2 3 4. بعد كده هنبدأ نعمل 4 حشو في الناحية التانية. 1 2 3 4. في الغرزة الخامسة هبدأ أعمل 4 حشو. 1 2 3 4. ده كده الدور الأول معانا. أبدأ بعد كده هعمل الدور الثاني. هبدأ بخمسة حشو. 1 2 3 4. خمسة. بعد كده هشتغل 4 تزايدات. 4 تزايدات. اول تزايد اهو. 1 2. تاني تزايد. 1 2. تالت تزايد. 1 2. ورابع تزايد. بعد كده هشتغل 4 حشو. 1 2 3 4. بعد كده هشتغل 4 تزايدات. اول تزايد. ثاني تزايد. ثالث تزايد. بعدين رابع تزايد. كده خلصنا الدور ده. هنبدأ بقى في الدور اللي بعد كده. هعمل 5 حشو. 1 2 3 4 5. بعد كده اعمل اول حاجة تزايد، بعدين حشو، بعدين تزايد، بعدين حشو. بعدين تزايد. حشو. تزايد. يعني 4 تزايدات و4 حشو. بعد كده هشتغل 4 حشو. 1 2 3 4. بعد كده هشتغل تزايد حشو، بعدين تزايد
بعدين حشو، بعدين تزايد، بعدين حشو كده. كم تزايد؟ 1 2 3. بعدين تزايد، اخر تزايد ده اللي هو الرابع، وبعد كده حشو. تمام. بعد كده هشتغل في الغرز الخلفية. هبدأ بعد كده اشتغل في الغرز الخلفية بالطريقة دي. اول دور حشو عادي، بس هيبقى في الغرزة الخلفية من الشغل. كده اهو على 32 غرزة الدور ده. ده هو نكمل معاكم الدور ده. بعد كده هنبدأ نعمل 3 أدوار ثابتة، بس في الغرزة كلها، في الغرز، في مش في الغرز الخلفية، لا في الغرزة كلها. كده اهو خلصنا الدور ده. بعد كده بقى نشتغل في الغرزة كلها كده اهو، على برضو 32 غرزة. بالشكل ده هعمل 3 أدوار. بداية من الدور ده هعمل 3 أدوار كمان، يعني الأدوار معانا بتاعت الثبات كلها هتبقى 4 أدوار ثبات بالدور اللي هو عملناه في الغرزة الخلفية. انا هكمل 4 أدوار وارجع لكم ان شاء الله. كده هو بعد ما خلصت ال4 أدوار هبدأ بعد كده اعمل ادوار التناقص. هبدأ اول حاجة اعمل 1 2 حشو، بعد كده هعمل 7 تناقصات. 1 2 3 4 5 6 7، وأكمل حشو عادي لنهاية الدور اللي هو هيبقى عبارة عن 15 حشو تقريبا يعني. بالشكل ده كده هو لبستها للعروسة. هبدأ أعمل 6 تناقصات، بس أول حاجة أعمل 1 حشو كده. بدنا نعمل 6 تناقصات.
2 3 4 5 عملت 6 تناقص، وبعد كده عملت 12 حشو، وبعد لان كان صعب قوي قدام الكاميرا وقعت يعني، وزي كده زي كده دلوقتي شايفين. بعد كده هبدأ اعمل تناقص 3 تناقصات. ادخل كده 1 التناقص الاول، التناقص الثاني، بعد كده التناقص الثالث. بعد كده هكمل حشو بقى عادي لنهاية الدور. هو بعد ما خلصت بعد كده هجيب لون مخالف، او هعمل خطين على على الجزمة كده من بره او الكوتش يعني. كده اهو وابدأ اعمل برضو واحدة كمان كده. كده اهو زي ما انتوا شايفين. هبدأ دلوقتي انفذ لكم طريقة النضارة اللي انا هعملها للعروسة دي. طبعا لسه في تفاصيل هنا كده، بس انا هعملها بالكيت يعني. هجيب السلك بتاعي اللي انتم متعودين ان انا بستخدمه، وهسحب منه واحدة كده تمام، واجيب بكرة خيط عندي او اي حاجة مدورة كده اهي، واجيبها وهلف. دي طبعا تعتبر كبيرة قوي على العين، شايفين ازاي؟ فانا هجيب واحدة اصغر من دي. جبت بقرة فيها اقل من الكيت شوية، هبدأ كده اجي من هنا الف حوالين الدايرة بتاعتي دي كده، واجي الناحية التانية هلف برضو بالشكل ده، بس انا هحاول اظبطها بقى على واحدة تاني هوريها لكم. هجيب تاني كده اسيب طرف الخيط طرف الكيت طرف السلك، وابدأ من هنا ابدأ الف
كده اهو. الناحية التانية هجيبها كده اهو. انت هظبطها بقى. شايفين شكلها؟ هبدأ بس كده أثني الحتة دي وأقصها كده. يا تتاية كده. وابدا اظبط الناحيه الثانيه برضو. شايفين شكلها؟ طبعا ممكن تصغروها عن كده. طبعا انا شكلي برضه هصغرها، بس انا حبيت اوريكم الطريقه بتاعه النضاره بتاعتنا اهي. طبعا تقدروا تلونوها باللون اللي انتوا عاوزينه. وده شكل النضاره بتاعتنا اهي. دي شكل النظارة. يا رب الفيديو يكون سهل وبسيط ليكم ان شاء الله، تقدروا تستفيدوا منه. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، تركيب الشعر او والشنطة تقريبا باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.